ديال العبايات اللي خاص برمضان ان شاء الله يا ربي. عندنا العبايات كيلبسوهم محجبات وحتى اللي ماشي محجبه انا تقدر تلبسهم. وهاد الفيلي هذا يعني نظمته لنا بروف ديالنا باش اننا حنايا نزيدوا قدام وتا التصاميم ديالنا يبانوا. وانا عملت كوليكسيون ديالي اللي هي تكون يعني مميزه واللي مسميها كي ام اكس ديزاينر اللي كنبغي انا ان شاء الله في المستقبل ديالي تكون يعني وصلا عالميا ان شاء الله. علاش لا، الواحد كيطمح. وكنتمنى انا الكوليكسيون ديالي تعجب الناس يعني وتعجب يعني يشوفوها يشوفوا شي حاجه مميزه فيها، ماشي غير اي عبايه هذيك ولا شي حاجه، لا شي حاجه مميزه اللي كتخصني انا. فيها يعني فيها معدله بالجوهر، يعني ملي كتشوفها كتشوف ان ديك لمسه الجوهر منبته. يعني فيها فصاله مخزنيه يعني واسعه، يعني تقدر تلبس شي وحده كتلبس الخمار وتقدر تلبس شي وحده يعني ما كتلبسش الخمار ولا كتلبس غير السبنيه الفولار عادي ولا شي وحده بالشعر، يعني اي واحد يقدر يلبسها. عندي اول مشاركه في الديفيلي وانا فرحانه بزاف حيت هاد الديفيلي هذا يعني انا اشتغلت فيه وضربت فيه شويه التماره، يعني تيش حاجه ما كتجي بالساهل، ضروري تضرب تماره وتطيح وتنوض باش تعدل ديك الحاجه وتوصل لديك الحاجه. كنطمح انني نوصل تكون الماركه ديالي واصلا للعالم، علاش لا، يعني ديك ام اكس ديزاينر يكون واصل. معكم كوثر ميهوتين مديره معهد ميهوتين ديزاين. اليوم عندنا عرض خاص بشهر رمضان المبارك، يعني موديلات هيكونوا تقليديين مع عصريين وان شاء الله تعجب الجمهور ديالنا. موديلات كيكونوا فيهم مثلا الحاجز تراديسيونيل مثلا، يعني الحاجه كتعلق بالجلالب خاصين للنساء وتجلالب كاينه خاصين للرجال حتى هما، يعني مخدومين بالحاجه التقليديه ديالنا يعني بسفيفه وزواق المعلم. وبالنسبه للجلالب للنساء حتى هما عندهم توش بلدي. شنو حنايا كندخلوا فيهم موديلات مثلا قصات كيكونوا روميين وكيكونوا حتى الديسان الحوايج حتى هما كنرسموا فيهم في الجلالب. وكاين حتى عبايات روميين اللي كيتلبسوا مع يعني مع ستيلات روميين، يعني باش كل امراه زعما تكون على حسب الستيل ديالها اللي باغا هي. نو عاملين كل شيء زعما ماشي محجبة بالعكس، يعني وي مدرسات معهد ميهوتين ديزاين تصميم الازياء.